شخص كتير قديم بيبيع ساندوش عطل معروف كتير الأكل الشعبي وكتير كتير عنده عالم وبيحبوا كنا بعكار جمعة الماضي أنا ورجع أكل ساندوش عند صوفي بس ما كنا عم نصور حلقة فأخذت له صورتين وقررت أول مرة أرجع رح فرجيكم واحد من أطيب ساندوشات شاورما بطرابلس لحمة بلا بصل هيدا ناكل ساندويتش الشاورما خنبش بالخبزة ولا أطرى من هيك مشوية من برا كتير طرية اللحمة طراطور مزبوط بندورة وقرشة كبيس أكيد بلا بصل فعلا واحدة من أطيب شاورما طرابلس